احكي ليها يلا. إيه؟ قصة دار الباشا، ليس ممكن دار الباشا. دار الباشا لقب. كانوا موجودين في المنصورة حرتين يحرطوا، كان عندنا نحن أراضي يمكن عندنا مقسم، قالوا لي كان عندكم مقسم أرض يعني مثلنا مثل العيال الكبيرة، كانوا ماخذين معطينا مقسم. طيب وعبيع هناك يحرطوا يزرعوا بتعرف يفل فلاحة، وقف هذاك الوقت فلاحة في الشتاء الفلاحة المغربية تعرف الحرتين قاعدين بعد ما خلص الشغل وتعب وإشي، وقعد وولع النار صار وكل واحد بده يسخن خبزاته وياكل خبزات التنور على في زيت في دقة في إشي ويولع وإيش عمله سخنه وياكل. إسا شو بعد ما خلصوا عشاء وقعدوا وتريحوا طيب إسا بدنا نتسلى يا مشي يا شباب يا إخوان، بقى يقولوا شباب هناك فقوش بقوا مشايخ بقوا شباب، يلا كل واحد يعمل له حكاية يحكي لنا حكاية، صار كل واحد يبدي اللي عنده اللي بيعرفه يحكي. إسا شو بدنا نعمل خلصوا إسا قالوا بدنا نعمل لعب يعني نعمل مثل جمعية أو مثل مملكة أو مثل يعني إيش اللي هن يعملوا يسموه بعضهم البعض دولة. صار يبدو في كل واحد قاعدين هم مجتمعين هيك حويطة، أنت بنسميك أغا، أنت بيك، أنت أفندي، أنت باشا، أنت أنت دار الباشا. صاروا يسموه كل واحد بواحد، وراحت طلعت على الاسم هذا علينا باشا هذاك الوقت. إسا هون حياة جدي لما أخذ هذا اللقب شو بدي يسوي؟ إسا المشايخ اللي هون صاروا بدي يروحوا يضيفوا له الباشا، إلا إسا هون عمل فتح داره صار يعمل قهوة، جاب طقم قهوة في هذاك الوقت قلت لحياة ستي وصار يعمل قهوة. طيب هون شو هاي القهوة؟ بدها مصاري، بدها شغل، بدها في ناس عم تيجي لعنده بده يفتح بيته وطعمه وياكل وطعم الناس. باشا لعند الباشا بيع نص الأراضي ما خللناش أراضي عشان يصير باشا. خليت الحياة ستي كنت أنا أحط المصاري هاي بقى في الأول عملة ذهبية يعني يعملوها هاي تاجروا فيها، قال هاي لآخر حياة الواحد يعني لعجز ولا إشي للعازي عملة ذهبية يخزنوها. قالت قل يا بقيت أخزنوا في عندي بريق قهوة، بقيت حطهم في بريق القهوة ومن دخبيهم في بريق القهوة، حطهم في بريق القهوة قلت خبيهم. قداش عمرك اليوم يا عم بنايف؟ قداش عمرك اليوم عزيادة؟ إلنا وإلك إن شاء الله. قداش يعني؟ بسألك. لا أنت في عندك نظرة أنت؟ أنا بقول 89 88 89 إيش العمر كله إن شاء الله. أنا وإلك إن شاء الله.